السلام عليكم. اهلا وسهلا. خير؟ جبت لك صحن هالطبيخ. ليش مغلبة حالك؟ ولك انا بولا اشي غلبتك راحة. خدي يا شيخة خدي. أنا في البيت عمرها ما قالت لوحدة فينا تفضلي. اترك الناس في حالها، مالك ومالهم. أي كل نسوان الحارة بشكوا منها، إحنا منحاول نقدرها ونوجبها نزورها، وهي أبدا بس تشوفنا بتنمغس. أهم إشي ما تفتح الباب لوحدة فينا. يو أستغفر الله العظيم. يا بنت الناس، البيوت أسرار. أنا كل اللي نفسي فيه أعرف شو قصتها الحرمة، شو هو سرها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكثر الناس ذنوباً أكثرهم كلاماً فيما لا يعنيه. قال يا أختي، أنا قلت أعمل خير، حملت صحن هالطبيخ وطلعت أودي لها إياه. اللي ما طلع منها تفضلي. لا وفوق هذا وكله راح أطابق الباب في وجهي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا بس نفسي أعرف شو قصة هالمرأة، ليش ما بتحب حدا يزورها ولا تزور حدا؟ شو حكايتها بس؟ انتي ما بتعرفي اشي؟ مخدر، يا بتقعدي من تمساكت يا الله يسهل عليكي. يو ومالك يا اختي هبيتي فيي هيك؟ وانا شو حاكي يعني؟ من ساعة ما عدتي وانت بسرت الناس، وانا ما بحب احكي على الناس ولا بحب اسمع كلام عنهم. بعدين يا بنت الحلال، احنا بشهر رمضان الفضيل، الواحد منا لازم يصون لسانه. شوفي يا اختي، بدها تحملني ذنوب العالم، وانا شو قلت يا اختي؟ انا جبت سيره حدا؟ انا كل بقولها بس بدي اعرف شو قصتها الحرمه. انا ما بدي اعرف قصتها، انا ما بحب احكي على حدا ولا بحب النميمه ببيتي لو سمحتي. نميمه؟ انا نمامه؟ بدك اشي؟ انا نازله اجيب خضره. أنا نازلة. هات هات أعطيني كيس فاضي. أم حسن، هي أم حسن. عشت وشفتك برا البيت يا ام حسن. سلامات يا ام حسن، كيف حالك؟ الحمد لله. قديش؟ 70. شكرا. يو مالها طلعت مثل المصربعة. اما جيرة هاي، مصيري اعرف شو سرك. عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. الله يزيدك عافية. ها شو طبخة اليوم على الفطور؟ كل اللي جاي عبالك، وأهم إشي الفريكة اللي أنت بتحبها. الله يعطيك العافية. شو بدي أقول يا عبد الله؟ لا تنسي تودي لأم حسن، هذه الست عايشة لحالها، الله بيعلم بحالها. بصراحة يا أبو عبد الله، أم حسن لا بتحب تزور حدا ولا حدا يزورها. لا تسألني ليش، لأني ما بعرف. أقسم بالله العظيم أنا أقول الحق يا سيدي، هذه الحرمة كذابة. أنا شفت صلاح أعطاها 7000 دينار قدام عيوني هذول اللي راح يأكلهم الدود وبصمهم، وهيها جاي بدها تضحك علينا وتاخذهم مره ثانيه.
ابو النظرات انت ولك عيونك لا تصرف. اطلع على النبي. اكيد الموضوع ما بيستاهل، بس الواحد برمضان يا دوب متحمل حاله. تلاقي الناس في الشارع ما حدا متحمل التاني، والله ما انا عارفه ليش. ابعد بدي اطلع راسك، بدي اطلعها. اطلع بحقي ولد، على سجدك بدي اطلعها. وش تبعد عن اللي بعد؟ ابعد بدي افتح راسه. ابو النظارات انت ولك عيونك لا تصرف. اطلع على النبي. والله بمفتاح الجنط براسك لطلع البلاطي مني ليك. انت قدي ولك؟ ايش في؟ ايش في؟ اسال عن النصاب، اسال عن النصاب. طلع على النبي. بعدين يا مؤمن ايش عامل هالمرة؟ اديني رمضان. انا ما زويت اشي، هو اللي ضربني وكسر ايدي، بعدين انا بدي الشرطة تيجي اشتكي عليه وتاخذ لي حقي. شوف شو بحكي يا رجل، انا بدي الشرطة، انا بدي الشرطة تاخذ لي حقي منه. يا رجل وصلته، وصلته وما دفعليش الاجرة. ولك اطلع 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 لي الاجرة، بدي افتح راسه يا جماعة. اتفقوا على قرب قرب ولا قرب. لو سمحت لو سمحت قرب قرب. لو سمحت لو سمحت، قديش بدك منه؟ اسأل هالنصاب هذاك، اسأله. خلص حقك عندي، حقك عندي. ماشي صل على النبي. اسمع، انت هون معروف انك كشاش حمام وما حدا راح يصدقك، بلاش توصل محاكم وتكبرها وهي صغيره، فاهم علي؟ خلص. قديش قديش حسابك؟ دينارين ونص. هاي 3 دنانير. قوم سامحكم بالعطل. بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يكتر من امثالك. مع السلامة. خلاص يا مولاي، خلاص انت روح خليه يشوف رزق. روح يلا. السلام عليكم. ليش اللي بكش الحمام ما بتنقبل شهادته في المحكمة؟ لأنه كشيش الحمام بياخد حمام غيره عن طريق الكش، مثل الربا يعني، بيزيد حمام وحمام مش من حقه، ولأنه بلا ضمير شهادته ما بتنقبل بالمحكمة. أم عبد الله، اللي بخاف الله لا تخافي منه، واللي ما بخاف الله وسارح في هالدنيا على راسه خافي منه ومن أعماله. فعلا معك حق. لا إله إلا الله محمد رسول الله.